يا صباح الفل، يا صباح الهنا. انا دلوقتي يا جماعه هشارككم روتين اليوم من اول اليوم كده لحد ان شاء الله بدون مقاطع على خير، ربنا ييسر لنا امورنا والروتين اليوم كله ولحد ما نرجع ان شاء الله. انا خارجه الصبح، يعني مش الصبح بدري قوي، على الساعه 10:10 كده، عشان خاطر انا ما نمتش من دروسي، فقلت ما اروح اشوف الدنيا فيها ايه، وقلت اشارك اخواتي وحبايبي المتابعين والمتابعات روتيني النهارده كده ان شاء الله. يا ريت تشتركوا في قناتي على اليوتيوب قبل ما نبدا الفيديو كده ان شاء الله، ويا رب يعجبكم على قناتي على اليوتيوب مير ماهر بالعربي والانجليزي، وعلى صفحتي على الفيس مير ماهر بالعربي والانجليزي. قبل ما نشوف الفيديو يا ريت ما تنسوش احلى اشتراك واحلى لايك واحلى تعليق، وانا بشكر حبايبي اللي بيشجعوني ودعموني تعليقاتهم الجميله. طبعا زي ما حضراتكم واخدين بالكم انا راكبه العربيه، فايه قلت ما اصور لكم كده من العربيه عشان خاطر اشارككم كده جمال الجو الصبحيه. طبعا الدنيا بتبقى مهما كان في الاجازه غير الدراسه. شوف بقى جمال الخضره وجمال النخل يا سيدي. صراحه يا جماعه الصبحيه كده بتلاقي ايه، سبحان الله ما شاء الله، الهواء كده منعش. كان النهارده كمان في نسمه هواء جميله كده، مش بروده، بس نسمه هواء حلوه فعلا منعشه. تبقي مثلا انا ايه مرهقه وممكن شويه عايزه تنامي، بس بشم الهواء الجميل ده بتصحصحي. وطبعا يا جماعه انا رحت للدكتور، بدات على الساعه 11 كده، ما رضيتش اصور جوه العياده يعني عشان الناس اللي قاعده مستنيه دكتور ما فيش مضايقه وكده، وانا بصور لكم دلوقتي وانا نازله بعد ما نزلت من العياده. انا حاولت اخلص، انا طلعت من عنده يعني واصله له على 10:30، رجعت من عنده طلعت من عنده على الساعه حوالي 12:30 يعني 1:15 كمان. قمت طالع كده عند محل مخبوزات جنبيه، بس صراحة الشاب الجميل ده رفض يعني ان هو يظهر يعني في الفيديو، قال لي كفايه انت بس تصوري الحاجات، وانا احترمت رغبته. وصراحة ما شاء الله يا جماعة انا ما اخدش مخبوزات انا منه، لان يعني ما شاء الله حاجته جميلة ومتغطية كده ونظيفة، وتحس ان هي عمال بيت يعني، وصراحة نسبة نظافة جميلة فيها. طبعا الستات يعني الله يعيننا ويعين كل ام وكل زوجة. صراحة حاولت على بتاع السمك طبعا عشان اجيب سمك للغدا، وقلت ما اشوف عنده ايه النهاردة. دي اسمها دهبانة يا جماعة، اللي هي بيقولوا عليها دهبانة قطع، معناها صغنونة، بس هو بيقول عشان هي صغيرة اسمها دهبانة قطع. وفي عنده جمبري، وفي عنده دنيس. انا صورت الدهبانة القطع دي، وهوري لحضراتكم الايه الجمبري. الدهبانة دي كان بيقول عليها 80، بس الصراحة انا استغلتها. وده ما شاء الله الجمبري يا جماعة، بس حلو ما شاء الله. ممكن تكون الكاميرا ظلماه مش جايباه قوي، بس هو حجمه حلو. واشتريت ريفين نصيب وشويت السمك، واتوكلت على ركبت العربيه. ما رضيتش اطول عليكم ان انا هجيب لكم بقى تفاصيل، لان انا قعدت عند بتاع السمك ده حوالي ساعه عقبال ما نقل السمك وشوهولي. فطبعا عشان ما نطولش عليكم في الفيديو، يبقى خفيف على القلب كده عشان تشتركوا في القناه مير ماهر بالعربي والانجليزي. يلا يا بنات، وعلى صفحتي على الفيس برضه مير ماهر بالعربي والانجليزي، واحلى لايك كده واحلى تعليق، انا بشارككم بيومياتي. يا ريت كده يعني ايه تشجعوني يا ولاد. يلا حبايب قلبي، دوس على اللايك وعلى اشتراك. وركبنا العربيه وانا متوكل على كفايه قد كده قوي.